كتاب الرياضيات للصف الثامن الجزء الثاني الوحدة السابعة الدرس الثاني. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس الثاني صفحة 68 خصائص المثلث الجزء الثاني. النتاجات تستقصي بعض خصائص المثلث. النشاط الأول: أولاً، ارسم مثلثا وسميه سين صاد عين. ثانيا، نصف الضلعين سين صاد وسين عين وسمي النقاط المنصفة دال ها على التوالي. ثالثا، صل القطع المستقيمة دال ها. رابعا، جد قياس الزاوية سين دال ها وقياس الزاوية سين صاد عين، ماذا تلاحظ؟ تذكر الزاويتان سين دال ها وسين صاد عين في وضع تناظر. خامسا، جد قياس الزاوية سين ها دال وقياس الزاوية سين عين صاد، ماذا تلاحظ؟ سادسا، هل القطعة المستقيمة دال ها توازي القطعة المستقيمة صاد عين؟ برر إجابتك. سابعا، قارن بين طول القطعة المستقيمة دال ها وطول القطعة المستقيمة صاد عين، ماذا تلاحظ؟ ثامنا، قارن ما توصلت إليه بما توصل إليه زملائك. لدينا مثلث مثل ما هو قلنا سين صاد عين، نصف الضلعين سين صاد بالنقطة دال وسين عين بالنقطة ها، وصل دال مع ها صار في عندنا مثلث صغير، وزي ما كاتب ستجد قياس كل الزوايا وطول الضلعين. النتيجة الرابعة، القطعة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث وطولها يساوي نصف طوله. مثال الأول، في الشكل المجاور جد كل مما يأتي مع التبرير: قياس الزاوية عين، طول ها عين، طول صاد عين. حسنا، لدينا مثلث تم تنصيف الضلع سين صاد بالنقطة دال وتم تنصيف الضلع سين عين بالنقطة ها. طول سين عين الضلع كله 24 سنتيمتر، طول الضلع الجديد إذا وصلنا بين دال وها 9 سنتيمتر، قياس الزاوية سين 45 درجة، قياس الزاوية سين دال ها 80 درجة. هيك على الشكل مرسوم. الحل: لاحظ أن دال ها هي القطعة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث سين صاد عين. أولا، لإيجاد قياس الزاوية عين، قياس الزاوية سين ها دال تساوي 180 درجة ناقص بين قوسين رح نجمع 80 درجة زائد 45 درجة، لأن مجموع زوايا أي مثلث تساوي 180 درجة، وعليه فإن قياس الزاوية سين ها دال تساوي 55 درجة. قياس الزاوية عين تساوي قياس الزاوية سين ها دال وتساوي 55 درجة، لأنه دال ها توازي صاد عين، إذن الزاوية عين تناظر الزاوية ها. فكر بطريقة أخرى لإيجاد قياس الزاوية عين مع التبرير. ثانيا، طول ها عين تساوي سين عين على 2 وتساوي 24 على 2 وتساوي 12. المعطيات انه سين ها تساوي ها عين. ثالثا، طول صاد عين تساوي 2 ضرب دال ها وتساوي 2 ضرب 9 وتساوي 18، وهي النتيجة 4 اللي تكلمنا عنها قبل قليل، دالها تساوي نص صاد عين.
فكر وناقش. في المثال الأول، هل يمكن أن يكون طول الضلع سين دال تساوي 13 سنتيمتر؟ برر إجابتك. التدريب الأول في الشكل المجاور، إذا علمت أن ب دال قطعة مستقيمة واصلة بين منتصفي الضلعين عين صاد وعين سين، وأن طولها 5 سنتيمتر، وأن قياس الزاوية صاد تساوي 140 درجة، فجد طول سين صاد وقياس الزاوية ب دال عين مع التبرير. حسنا، لدينا مثلث فيه زاوية منفرجة كبيرة وهي الزاوية صاد وقياسها 140 درجة. طبعا لدينا تم تنصيف الضلع عين صاد بالنقطة دال والضلع عين سين بالنقطة ب. ب دال طولها 5 سنتيمتر، وعلى بناء على هذه المعطيات يجب عليك إيجاد طول سين صاد وقياس الزاوية ب دال عين. التدريب الثاني، الشكل المجاور يمثل المثلث ألف ب جيم، فيه لام ودال منصفات الأضلاع ألف ب وألف جيم على التوالي، جد كل مما يأتي: طول ألف ب، طول دال جيم، قياس الزاوية صاد، قياس الزاوية سين مع التبرير. الشكل لدينا مثلث ألف ب جيم، لام هي منتصف ألف ب ودال هي منتصف ألف جيم. طول الضلع ب جيم هو 9 سنتيمتر. طبعا بعد تنصيف الضلعين عندنا تكونت القطع لام دال. لام دال تساوي طولها طول الضلع دال ألف وتساوي طول الضلع ألف لام، وعليه يكون عندنا مثلث متطابق الأضلاع. تكون لدينا مثلث ألف لام دال متطابق الأضلاع. هلأ عند الزاوية جيم تم مد الخط إلى الخارج، وحكي لنا أن الزاوية الخارجية ألف جيم للخارج تساوي 120 درجة. بنفس الوقت طالب الزاوية سين، وهي عبارة عن امتداد الزاوية من عند الجانب ألف، من عند الرأس ألف، هي امتدادها للخارج، هاي هي الزاوية سين. القطعة المتوسطة في المثلث هي قطعة تصل رأس المثلث بمنتصف الضلع المقابل له. وآخر ملاحظة، أن الزاوية صاد هي زاوية القاعدة في المثلث المتطابق ألف دال لام. النشاط الثاني، أولا أرسم المثلث دال ها واو، ثانيا نصف الأضلاع الثلاثة وسمي النقاط المنصفة سين صاد لام كما في الشكل المجاور. لدينا مثلث دال ها واو وتم تنصيف الأضلاع على التوالي: دال ها نصفها في سين، ودال واو نصفها في لام، وواو ها نصفها في صاد. التقوا هدول الثلاثة في نقطة وسط ميم. ثالثا صل القطع المتوسطة واو سين القطعة المستقيمة، والقطعة المستقيمة ها دال، والقطعة المستقيمة دال صاد، فتتلاقى القطع المتوسطة الثلاثة في النقطة ميم. رابعا استخدام البيكر أو الفرجار، قارن بين طول سين ميم وطول واو ميم وسجل النسب الآتية: نسبة واو ميم إلى ميم سين تساوي. خامسا كرر الخطوة الرابعة للقطع دال صاد وها لام. سادسا سجل ملاحظاتك بكتابة كل من النسب الآتية: نسبة واو ميم إلى ميم سين تساوي، ونسبة ها ميم إلى ميم لام تساوي،
ونسبة دال ميم إلى ميم صاد تساوي. سابعاً، قارن ما توصلت إليه بما توصل إليه زملاؤك، ماذا تلاحظ؟ النتيجة الخامسة، القطع المتوسطة في المثلث تتلاقى في نقطة واحدة، تقسم كل منها بنسبة 2 إلى 1 من جهة الرأس. المثال الثاني، في الشكل المجاور، إذا كان طول سين ميم تساوي 5 سنتيمتر وطول دال ميم تساوي 12 سنتيمتر، فجد طول كل من واو ميم ودال صاد. لدينا مثلث دال ها واو، تم تنصيف دال ها في سين وتنصيف ها واو في صاد وتنصيف الضلع دال واو في لام، وتم وصل سين واو وها لام ودال صاد، وتقاطعت هذه الخطوط الثلاثة في النقطة ميم. الحل، من الشكل نجد أن ميم نقطة تلاقي القطع المتوسطة في المثلث دال ها واو. أولا، لإيجاد طول واو ميم نعتمد النتيجة الخامسة، نسبة واو ميم إلى ميم سين تساوي 2 إلى 1، واو ميم على ميم سين تساوي 2 على 1، واو ميم على 5 تساوي 2 على 1 بالضرب التبادلي، واو ميم تساوي 10 سنتيمتر. ثانيا، لإيجاد طول دال صاد، دال صاد تساوي دال ميم زائد ميم صاد، لكن دال ميم تساوي 12 سنتي، ومنه ميم صاد تساوي 6 سنتيمتر، لماذا؟ إذا دال صاد تساوي 12 زائد 6 ويساوي 18 سنتيمتر. التدريب الثالث، في الشكل الآتي، إذا علمت أن ألف عين تساوي 3.8 سنتيمتر، ألف ميم تساوي 5.2 سنتيمتر، وأن قياس الزاوية نون جيم ميم تساوي 28 درجة، فجد كل ميم. أولا، طول ألف جيم، طول ألف نون، طول ب جيم، وقياس الزاوية جيم نون ألف. لدينا المثلث ألف ب جيم، تم تنصيف ألف ب في النقطة كاف وتنصيف ب جيم في النقطة نون وتنصيف ألف جيم في النقطة عين، رح نوصل ب مع عين، كاف مع جيم، نون مع ألف، تلتقي كلها في نقطة الميم. فكر وناقش، في التدريب الثالث ادعت ألاء بما أن المثلث نون جيم ميم متطابق الضلعين، فإن المثلث كاف ميم با متطابق الضلعين أيضا. ناقش ادعاء ألاء وقدم تبريرا. القطعة المتوسطة الواصلة بين رأس المثلث متطابق الضلعين وقاعدته تكون عمودية على القاعدة. التمارين والمسائل صفحة 73. التمرين الأول، في الشكل المجاور، إذا كانت ميم نقطة تلاقي القطع المتوسطة وعين ميم تساوي 16 سنتيمتر، سين لام تساوي 7 سنتيمتر، فجد طول كل مما يأتي: القطعة المستقيمة سين صاد والقطعة المستقيمة عين لام، مبررا إجابتك. لدينا المثلث سين عين صاد، ميم هي نقطة تلاقي القطع المتوسطة، لدينا المستقيم عين لام، لام نقطة تقع على سين صاد،
وكما قال لكم عين ميم تساوي 16 سنتيمتر، ووصل صاد مع ميم. جد باقي المتطلبات، القطعة المستقيمة سين صاد، والقطعة المستقيمة عين لام. التمرين الثاني معتمدا على الشكل الآتي: إذا كانت ميم نقطة تلاقي القطع المتوسطة، وكان قياس الزاوية ألف جيم با تساوي 74 درجة، وقياس الزاوية ألف دال ها تساوي 145 درجة، فجد قياس كل من الزوايا ألف با جيم والزاوية ألف مبررا إجابتك. حسنا، لدينا المثلث ألف با جيم، دال هي نقطة المنتصف بين ألف با في الضلع ألف با، تم وصل النقطة جيم بنقطة ميم وهي نقطة المنتصف، نقطة الالتقاء. من با نزلنا على ألف جيم في نقطة. هلأ من دالها كان متوازي مع با جيم، قياس الزاوية ألف دال ها تساوي 145 درجة، وقياس الزاوية ألف جيم با تساوي 74 درجة. التمرين الثالث: إذا كانت ميم نقطة تلاقي القطع المتوسطة في المثلث ألف با سين، وكانت القطعة المستقيمة سين دال عمودية على القطعة المستقيمة ألف با، وكانت القطعة المستقيمة با ها عمودية على القطعة المستقيمة ألف سين، فبين أن المثلث ألف با سين متطابق الأضلاع. لدينا المثلث ألف با سين، ميم هي نقطة التقاء القطع المتوسطة، سين دال عمودية على ألف با، وبا ها عمودية على ألف سين. التمرين الرابع معتمدا الشكل الآتي الذي يمثل المثلث ألف ميم نون متطابق الأضلاع: وصلت منتصفات أضلاعه فتكون المثلث دال ها لام، كذلك وصلت منتصفات أضلاع المثلث دال ها لام فتكون المثلث سين صاد عين. ثم استمرت العملية على النمط نفسه: ألف، هل جميع المثلثات الناتجة متطابقة الأضلاع؟ ب، معتمدا الشكل الآتي: إذا علمت أن طول ضلع المثلث ألف ميم نون وحدة واحدة، فجد محيط كل من المثلث ألف ميم نون والمثلث دال ها لام والمثلث سين صاد عين. حسنا، لدينا المثلث ألف ميم نون وهو متطابق الأضلاع، تم تنصيف أضلاعه ألف ميم في النقطة دال، وألف نون في النقطة لام، وميم نون في النقطة ها، وتم وصل دال لام ها وتكوين مثلث آخر، واستمرت العملية على نفس النمط: تم تنصيف دال لام بنقطة سين، ودال ها بنقطة صاد، وها لام بنقطة عين، وتم إيصالهم لتكوين المثلث صاد سين عين، وبرضه سين صاد تم تنصيفها، والصاد عين تم تنصيفها، وسين عين تم تنصيفها. خامسا، في الشكل المجاور: المثلث دال ها كاف قسم ضلعاه القطعة المستقيمة دال ها والقطعة المستقيمة دال كاف إلى أربعة أجزاء متطابقة، ما العلاقة بين أطوال سين صاد وها كاف؟ لدينا المثلث دال ها كاف، وكما أخبركم تم تقسيم أضلاعه إلى أربعة أجزاء متطابقة: دال سين تساوي سين ميم تساوي ميم لام تساوي لام ها، وعلى الجانب الآخر دال صاد تساوي صاد نون تساوي نون واو تساوي واو كاف.
التمرين السادس، اكتب مسألة تستخدم في حلها إحدى النتائج التي توصلنا إليها في الدرس ثم حلها. وعليه انتهى هذا الدرس.